السيدات والسادة، الإخوة والأخوات الأعزاء، اسمحوا لي أن أتوجه أولا بالتحية لكل فلسطينية وفلسطيني، تحية لهذا الشعب المناضل البطل الذي يمارس الصمود كما تمارس شعوب الدنيا الأخرى حياتها العادية. إن هذا الصمود هو الحقيقة الأساسية في التكوين الفلسطيني، في الشخصية الفلسطينية، وهو أمر نعرفه جميعا ونثق به ونفخر له كثيرا. ولكن يبدو أن الاحتلال بعد أن جرب وجرب لسنوات وعقود ما زال غافلا عن هذه الطبيعة الأصيلة في الفلسطينيين وفي شعب فلسطين، أو دعنا نقول لعله يسعى أو يحاول أن يخدع نفسه بأن مزيدا من الضغط سوف يكسر الإرادة. هذا لم يكن ولن يكن. إرادة الشعب الفلسطيني سوف تبقى صامدة صامدة. جميعنا يعرف ما تريده إسرائيل، هي ممارسة الاحتلال لعقود، ولكنها لم ولن تحصل على الشرعية لهذا الاحتلال. العالم كله يعرف ويقرأ أن ما تقوم به إسرائيل يسمى احتلالا ولا اسم آخر له، وأنه ينتمي إلى عصر انقضى في الدنيا كلها، وأنه كما زال من الدنيا بأسرها سيزول من الضفة الغربية وقطاع غزة. اليوم تريد إسرائيل وبعد أن احتلت الأرض أن تسمي احتلالها ضما للأراضي وفرضا للسيادة، ونحن نقول أن هذا عبث وسوف يبقى عبث. سوف يدفع العالم ثمنا غاليا للافتئات على القانون الدولي والعدوان على الشرعية، وعلى الجميع أن يعي ذلك. إعلانات الضم لا تغير من الواقع شيئا، يبقى الاحتلال احتلالا في نظر العالم كله، ويبقى الشعب الفلسطيني صامدا على الأرض. لا شيء سيلغي وجود 5 ملايين فلسطيني في الأراضي المحتلة. الشعب الفلسطيني الصامد هو الحقيقة الأهم في هذا الصراع، وهو الحقيقة تمسكه بأرضه وبنضاله السلمي الباسل هو ما سيجعل أي إعلانات إسرائيلية بلا أثر فعلي أو تأثير عملي أو أي وضع قانوني. وأقول بكل صدق أن الخاسر الأكبر من هذا التحرك البائس هو الشعب الإسرائيلي الآن وفي المستقبل. إن الطموحات السياسية والمناورات الانتخابية تدفع بقادة إسرائيل للمقامرة بمستقبل شعب إسرائيل، هي تدمر حل الدولتين، وهذا التدمير لن يلغي وجود ملايين الفلسطينيين
بل سيقود إلى تصاعد فرص حل الدولة الواحدة بما ينطوي عليه من معضلات كبرى تعلمها إسرائيل جيدا ونعلمها جميعا. 40 عاما، 30 عاما، 20 عاما، 10 أعوام من اليوم سوف يكون أبناء فلسطين أكثر عددا في المنطقة ما بين النهر والبحر. نهاية حل الدولتين يعني نهاية فرص السلام الإقليمي التي طرحتها مبادرة السلام العربية منذ ما يقرب من 18 عاما. معادلة المقترح العربي، المبادرة العربية، مقترح بسيط للغاية: إنشاء الدولة الفلسطينية على خطوط 67 وعاصمتها القدس الشرقية في مقابل الاعتراف والتطبيع من الدول العربية، وأيضا نسعى مع الدول الإسلامية لتنفيذ نفس الشيء. اليوم وبعد سنوات من المراوغة تقرر إسرائيل، أو هي على وشك أن تقرر، أن تدق المسمار الأخير في نعش المبادرة العربية، قاطعة الطريق على أي فرص لسلام إقليمي شامل يضمن أمن وازدهار الأجيال الحالية والمستقبلية على الجانبين. إسرائيل هي الخاسر وشعبها يضحى بمستقبله على مذبح المصالح السياسية الضيقة. الإخوة الأعزاء، لقد تحركنا بكل قوة لكي نسمع العالم صوتنا الرافض لهذه الخطوة الإسرائيلية المدمرة لأي أفق للسلام المستقبلي. ذهبنا إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتواصلنا مع قادة العالم، وظهر لنا بوضوح حجم التضامن العالمي مع الموقف الفلسطيني والعربي، سواء من الدول أو الهيئات الدولية أو الفعاليات البرلمانية والأهلية، ويتعين أن نواصل هذا النضال على الساحة العالمية، وسوف نقوم بهذا الأمر، لأن القضية الفلسطينية في جانب منها هي قضية عالمية وقضية شرعية وأخلاقية وضمير إنساني، وينبغي أن يظل الرأي العام العالمي عاملا ضاغطا على هؤلاء السياسيين في إسرائيل. ونقول في عبارة واضحة إن هذا الحشد العالمي الرافض لخطة الضم عليه أن يفرض ثمنا حقيقيا على هذا السلوك الإسرائيلي التخريبي. وبحيث تدرك إسرائيل أن هذه البلطجة لن تمر، وأنها ستتعرض لحملات من المقاطعة والرفض والعزلة بسبب سياساتها. المعركة الدبلوماسية مستمرة ومهمة، إلا أن المعركة الحقيقية ستدور على الساحتين الفلسطينية والعربية. وأقول بكل الصدق أن العرب على قلب رجل واحد في مساندة الفلسطينيين برفض هذا العبث الذي تريد إسرائيل تمريره، ونأمل أن يدفع هذا التحدي الخطير الذي تواجهه القضية الفلسطينية اليوم إلى استجابة فلسطينية حاسمة، إلى موقف فلسطيني موحد. إن إنهاء الانقسام
صار الآن ممكنا أكثر من أي وقت مضى، فلا يوجد فصيل فلسطيني واحد يقبل بالخطة الإسرائيلية أو بما يسمى صفقة القرن. وهذه أرضية جيدة للبناء عليها لاستعادة الصوت الفلسطيني الواحد وزخم الموقف الفلسطيني الجامع لكافة الفصائل والاتجاهات. سوف نسعى لتوسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية بحقيقة الشعب الفلسطيني. اسمحوا لي مجددا أن أحيي نضالكم، نضال الشعب الفلسطيني القابض على جمر القضية، الذي لا يرضى بديلا عن دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.